سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو كيف العاده بصحه جيده. ما تبخلوش على خاتكم بواحد اللايك والبارطاج ديال الفيديو، وواحد التعليق يكون مشجع، او اي حاجه بغيتوا نشاركها معكم خليوها لي في التعليق. المهم هنا البنات، اول حاجه غادي نبدا بها، اول حاجه بديت بها عجنت بعدا العجينه نحيدها ليا. راكم عارفين العجينه كتشد اليد بزاف. هنايا كندير في شويه ديال التقاليه اليوم. بالنسبه للتقاليه البنات كناخذها من عند الجزار ديجا برونطا، يعني ديجا كيبيعها هكا، يعني مخلطه مقطعين فيها تقريبا كل شيء كيكون فيها. فيها الكرشه، فيها طريفات ديال اللحم، فيها طريفات هكا ديال الكبده، طريفات ديال القلب. المهم التقاليه بصفه عامه كيجمع لك فيها كل شيء كيبيعها هكا، يعني ديجا مصايبه. غتلقاو البنات عند الجزار كناخذها من عند الجزار ديال مرشانو، يعني الجزار اللي كاين في مرشانو. بالنسبه للبنات اللي كيتابعوني من بيروجا، صافي هنا البنات كما كتشوفوا راني درت فيها العطريه كامله، زدت عليها جريوس هكا ديال البصله مشمضه، وزدت عليها شويه ديال القزبر صافي. وهنايا غادي ندير شويه ديال الزيت، نحاول ما نكثرش بزاف، راكم عارفين التقالي ديجا كتكون ميدمه. صافي غادي نحرك كلشي، وغادي نخليها واحد شويه تقلى غير باش تدخل ليا شويه ليها العطريه. ومن بعد غادي نزيد عليها الزيتون وشويه ديال الحامض مقطع وواحد الفليفله حاره. هنا كما قلت لكم البنات، نهار كتكون العجينه نهار، يعني كتشد لك نص نهار ديال 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 الوقت، بالخصوص اللي عندها غير الفران ديال الضو بحالي، يعني ما يلاه كتبقاي تخبزي وحده بوحده بوحده، يعني ما كيسربيش لك. شحال من مره كتسولوني حق البنات حتى على الفران ديال الضو، راه غير كنسى. كتقولي كيفاش استقلك؟ صراحه ما عجبنيش البنات، بالخصوص يعني كان عندي واحد في الاول صراحه كان زوين وخسر ليا، وخديت هذا ديال الكوزينه وما عجبنيش. المهم هذا فورنو ستاتيكو، ما كيطيبش ليا، ماشي ما كيطيبش الخبز، كيطيبو مزيان ولكن كيتعطل. وباش عاوتاني ما حاجه وحده اللي تقاولت فيها، يعني الفران ما كيشعلش غير من التحت بوحدو، بحال دابا مثلا ملي كنكون دايره كيكه كيشعل الفوق والتحت، ما عنديش غير ديال التحت بوحدو، ممكن نديرو غير على التحت بوحدو ومن بعد ندير الفوق. يعني كيكه ما كتجينيش طالعه بحال في الاول، بحال الفران اللي كان عندي الاول. صافي هنا كما كتشوفوا البنات، زدت شويه ديال الحامض شويه ديال الفلفله، وغادي نسد الكوكوط. بالنسبه لواحد الاخت سولتني قالت لي نادي شحال وانا كنقلب على كوزينه، ويعني والو ما كنلقى حتى حاجه في لوزاتو. باش تنصحيني، يعني كنقلب قالت لك في سوبيتو بونتويت في شبوك، يعني في الفيسبوك والو. اللي نصحك دخلي الجروبات في الفيسبوك، كاينين بزاف ديال الجروبات على حسب البلاصه اللي نتوما فيها. بحال حنايا هنايا في بيروجا كتكتبي مثلا اوزاتو ابيروجا، ولا كاينين، المهم كاينين بزاف البنات ديال الجروبات، غير قلبوا مثلا تيلو ريغالو سيلو فيني برانديري فاتشامو سكامبيو، يعني كيكونوا بزاف هاد الجروبات اللي كيحطوا فيهم مثلا كيحطوا فيهم هكا حوايج مستعمله، وراه هما نيت اللي بعض المرات الا كنتي داخله الجروبات بزاف في الفيسبوك، راه هما نيت كيطلعوا لك في ديك اللعيبه ديك لابليكاسيون اللي كتكون في الفيسبوك ديال كيبيعوا تما داك الحوايج اوزاتي. قد ما دخلتي الجروبات قد ما كيطلعوا لك حوايج كثر، يعني البنات غير قلبوا. وصراحه سوبيتو ما بقاش الناس كتحط فيه بزاف بحال الفيسبوك، في الفيسبوك الناس يعني ولات الاغلبيه كتحط غير في الفيسبوك، ما بقاش كتحط في سوبيتو بونتويت، يعني حاولوا تقلبوا غير في الفيسبوك راه فيه العجب. المهم انا اي حاجه كنلقاها غير تما، لا بغيت نقلب على شي حاجه اوزاتا بغيتها ولا هذا، راه غير الفيسبوك هو اللي كينفعني. وحاولوا تدخلوا الجروبات بزاف. صافي هنا البنات كما كتشوفوا، انا هنا كنقي في هاد البلاكارات كما قلت لكم اخر مره، راني بديت تخمال ديال الكوزينه، يعني كندير فيها شويه بشويه، كل مره كنجبد بلاكارات، كل مره كنجبد جوج ثلاثه حتى نكملها ان شاء الله. يعني كندوز داكشي مع الشقه ديالي ديال الروتين اليومي باش ما نتغلبش، يعني ما بغيتش نجبدها كامله. واصلا عندي شي بلاكارات يعني هذوك دائما نقايه، هذوك ما كنوصلش ليهم، يعني حاطه فيهم بحال بلاكارات اللي كيكونوا الفوق، يعني حاطه فيهم غير مويه نعس كيبقاو، يعني داك المويه اللي حاطه هما اللي كيبقاو تمايا، كنضرب عاد مسحها هكا بالغبره وصافي. الاغلبيه كيتوسخوا ليا هادو اللي كاينين لتحت، هما اللي كيتربجوا ليا، هما اللي خاصني هكا مره في الشهر خاصني ضروري نجبد كلشي ونعاود نقاد كلشي ثاني ونمسح كلشي ونرد كلشي لبلاصتو. المهم البنات ها نتوما معايا، ايوا البنات قول لي واش كاين شي توجيهات لرمضان ولا مازال بديتو ولا مازال. انا ان شاء الله السيمانه الجايه غادي نبدا معكم. اول حاجه غنصايب سلو، كيعجبني نصايبو هكا بواحد السيمانه ولا جوج قبل من رمضان، باش هكا يلاه كيشرب لك وكيجي زوين. وبيني وبينكم البنات هاد العام ما غاديش نصايب الشباكيه، اول حاجه ما كتكالش ليا الشباكيه اللي كنت شاركت معكم العام اللي فات، راه عرفتو بقات ليا حتى لهنا لهنا.
ما كتكالش ليا، ما كياكلوهاش ليا بحال سلو اللي هذاك ما كيخرجش ليا رمضان، ولو يعني كندير بكثره يعني كيتكال بزاف. اما بالنسبه للشباكي صراحه ما كتكلش ليا بزاف، ثاني حاجه ماشي صحيه، وثالث حاجه فيها تماره كحله يعني كتبغي العوين، يعني كوين ديال البنات هذا العام ما كنظنش غادي نصايبه، غادي نقدر كاع ناخذ غير شي كيلو ولا جوج هكا نخرج به رمضان ونصايب ان شاء الله. نشارك معكم غير بريواش وسلو، المهم ملي غادي ندير شي حاجه غادي نشاركها معكم. صافي البنات، المهم ها نتوما معايا في الفيديو. وصافي البنات، بالنسبه للمجوره هانتوما كتشوفوا شنو كندير فيهم. واخا هاد المجر يعني ما جانيش يعني ما هش ليا كاع السرابش كاملين، المهم حاطه غير سريبتي هكا اللي كنستعمل بشكل يومي. صافي، وهذا الشيء اللي كاين. دابا غنخوي هاد البلاكار معكم حتى هو هاد المجر هذا. بالنسبه لهاد القرعه دائما كتسولوني عليهم، يوم لادي منين خديتي ومن خديتي، مره كنشاركش معكم البنات ملي كنت خديتهم من ليدل، راه مازال كيجيبوهم مره كيحطوهم في ليدل، غير يعني ردوا البال وتيليشارجيو داك لابليكاسيوني حيت صراحه كتنفع شحال من حاجه. بعض المرات كيجيبوها ويعني ما كتكونيش راده ليها البال، كتكون بثمن زوين ولا شي حاجه كتكوني باغاها وكتفوت وما كتكونيش عارفه، يعني بالخصوص لما كنتوش كتمشيو ليدل بزاف، يعني على الاقل تيليشارجيو لابليكاسيوني وبقاو تشوفوا يعني الاثنين والخميس شنو غادي يحطوا. طنط هما راه دائما كيحطوا يعني السلعه قبل ما تجي كيحطوا لك مثلا السيمانه الجايه شنو غادي يحطوا. هادو صراحه البنات كينفعوا، يعني الا جابوهم غير خذوهم على حسابي، صراحه زوينين كتستغلهم بزاف د الحوايج، يعني كديروا فيهم اللي بغيتو بحال داكشي ديال المكسرات، كديروا فيهم باستا، ديروا فيهم داكشي ديال القطنيه، يعني كديروا فيهم داكشي اللي بغيتو، وصراحه زوينين يعني صدقوا فنين. انا راك خديت منهم المره الاولى خديت منهم 6، وعاوتاني ملي عاودوا حطوهم عقبت خديت منهم 6 اخرين معهم، هما كيكونوا سيباتي من الكبيره حتى للصغيره، وكينفعوا صراحه كما قلت لكم. ها انتما كديروا فيهم داكشي اللي بغيتو. وصافي هنا البنات، صافي كملت الشقيات ديالي، صافي كملت هنايا المجوره دا الحمد لله حيدتهم عليا. صراحه ملي كل حاجه كتشد بلاصتها يعني كتحسي بواحد الراحه، انا بدا شخصيا كتحسي بواحد الراحه ملي كتكون كل حاجه شاده بلاصتها.
صافي ان شاء الله بقات لي غير الثلاجه دابا البناش والفران حتى هو نحكو وصافي نكمل الكوزينه. صافي هنايا هادشي اللي حيد دابا من المجر، غادي نحيدو هادشي والزبل اللي خرج من هنايا، يعني حيدت داكشي اللي كان خاصني نلوح. وهنا البنات التقليه هي هادي من بعد ما طابت، ها نتوما كتجي معلكه ما شهيتكم فيها اللي كتوحم تسمح ليا. وهادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ونكون حمستكم شي شويه بهذا الروتين. وكيف العاده البنات خليت لكم الراحه ومع السلامه.